دائما معايا هو اللي كيخليني والكوميونيكاسيون معكم كاملين. واول شيء نبغي نشكر حضوركم كاملين، ومره اخرى اسفه واعتذر على التاخير. شهادتي مجروحه في مهرجان جوهره، لانه هذه يمكن المشاركه الخامسه، ولكن كل سنه شاركت فيها عندها طبع اخر وكيكون جمهور اكثر ما شاء الله. وهذه السنه المميز فيها عندي وانا عندي منصه كبير جديد لاول مره، فان شاء الله يا ربي يكون تجاوب كيف تمتعت به في ربوع المملكه كامله. و نبغي نقول بالنسبه للمجال الاعلامي، فعندي برنامجي ولكن الان في اطار تحضير، يعني كتعرف برنامج اعلامي من كل شركه تجي وتجهز الحاجه خاصك تتعب عليها باش تكون تليق باذن وبعين المشاهد المغربي. الشيء الاخر بالنسبه لموجه التصريحات اللي كانت مؤخرا، فانا قلت الشعب المغربي الشعب اللي ما كيقبلش الحقره، احنا الحمد لله في بلد القانون، فتتبعت مسطره قانونيه عادله عاديه، وغادي تشوفوا تفجيرات كبيره فعلا في هذا الموضوع، لانه موضوع قيد التحقيق يمكن عندي بعض الاسرار وبعض الاشياء اللي غادي نقولها للصحفيين، ولكن ماشي وقتها، لان احنا في مهرجان بغينا نشوفوا الفرحه والبهجه اكثر، فحاجه كنخليها اكثر للقانون. مفاجات يمكن غتكون مدويه، لانه فيها ناس ما عندهم حتى شي علاقه وعلاقه بالفتنه في هذه البلاد، يعني ما خصهاش تكون. فاول شيء كيف انا كنتمنى دائما انه بلدنا يبقى بلد الامن والامان والسلم والسلام تحت الرايه الملكيه ديالنا طبعا الحال. والاول والاخر اللي كيهمني صورتي اللي تعبت عليها من سنين تبقى طيبه عند الجمهور والانسان او الجمهور المغربي يشوفني دائما بالصوره اللي تمناني. هذا هو اللي كنشوف.